طيب انا عايز اسال، هي السكرين دي ظاهره لكم؟ ايوه زهرة يا دكتور. تمام. طبعا انا كنت مفكره المحاضره 11 و40 دقيقه، فعشان كده كنت بادئه متاخر. دخلت على مايكروسوفت تيم صدفه، فانا بعتذر يعني لو انا كنت متاخر. بس عندهم يعني في مشاكل، بس ان حته رمضان ومش رمضان دي عندي برضو مشكله، معلش انا اسف. طيب انا كنت لسه هبعت على مايكروسوفت تيم من الكويز يوم الاحد الجاي. دي اول حاجه بس عايزه اقولها، فممكن ابعت دلوقتي بس عشان طبعا انا كنت قلت لكم ان الكويز كان الاسبوع اللي فات، بس حصل معرفش ايه المشاكل اللي مش فاكره، بس ان هو الميعاد اتغير، فهيبقى ان شاء الله الاسبوع الجاي، بس هيبقى اونلاين. تمام. خلينا بس ابعت للطلبة. الباشمهندسة بعت لكم ان الكويز يوم الاحد. لا دكتور، عندي شغل. تمام، كويز ساندي. طيب هو مبدئيا هيبقى فيه كويز يوم 9، هيبقى فيه كويز، وهيبقى كويز واحد بس، مش هيبقى فيه كذا، يعني مش السكشن الاولاني له كويز والسكشن التاني له كويز، لا الاثنين لهم كويز واحد. يعني لو الكويز مدته ساعة فهي ساعة واحدة للتو جروبز. طب يا دكتور، هو الكويز هيكون الساعة كام يوم الأحد؟ احنا مخططين ساعة، بس طبعا عشان كل حاجة تتغير فمش عايزة اقول الساعة يعني، بس طيب انا ممكن اقول ونبقى نغيرها يعني. هو ممكن في احتمال ان انا عندي امتحان برضه يوم الأحد داتا ستراكشر، فاحنا لسه كان عندنا محاضرة الساعة 9، فالدكتور قال ممكن يعني في طلبة برضه عندهم امتحان الساعة يعني يوم الأحد، فممكن يخليها يوم السبت. لا بص، انا هو يعني انا ما اعرفش ايه اللي انت بتقوله. هو الكويز بتاعنا يوم الاحد، اللي الساعه تبدا من امتى؟ طبعا عشان هو يبقى كويز واحد بس، ففي ناس هتبقى فاضيه في السكشن الاولاني وفي ناس هتبقى فاضيه في السكشن الثاني، فاحنا هنخليها ساعه. يعني هو مدته ساعه، هيبقى نص ساعه من وقت السكشن الاولاني ونص ساعه من وقت السكشن الثاني، هيبقى من 12 ونص ل 1 ونص. تمام، تمام. فما فيش حد هيبقى عنده مشكلة ان انا فاضي او مش فاضي. طيب خلينا بس نبدأ، عشان احنا كده يعتبر الاجازات الكتيرة دي مخلينا ما ناخدش حاجة في المادة، فعايزين نبدأ نركز. طيب دلوقتي المحاضرة دي بتتكلم عن ايه؟ بتتكلم عن ان احنا كنا خدنا خلاص اللوجيك جيتس واللوجيك كودز والحاجات دي. اللوجيك جيتس اهم حاجه لازم تعرفها عن اللوجيك جيتس، ان مفيش جيت بتيجي لوحدها. يعني مفيش حاجه اسمها انا عايز اعمل مثلا اجمع رقمين على بعض فاجمعهم بالاند. الجمع اللي هو يعني احنا اصلا بنستعمل الكمبيوتر في الاخر، يعني اللوجيك جيتس دي حاجات كده بيزكس في الكمبيوتر. في الاخر انت بتستعمل الكمبيوتر في ايه؟ بنستعمل الكمبيوتر في الاخر عشان يعمل لي يجمع، يطرح، يضرب، يعمل سبتراكشن، يطلع ريميندر، ماثيماتيكال اوبريشن. انا بقى عايز اخلي الكمبيوتر مثلا يعمل اديشن، هل هيعمل اديشن باللوجيك جيت اللي اسمها اند، ولا بالاور، ولا باني واحده من دول؟ ما بيعملش بواحده فيهم، بيعمل بكومباينيشن. فاحنا لازم ناخد نعرف فكره ان ما فيش لوجيك جيت بتشتغل لوحدها. انت بتفهمها لوحدها ماشي، لكن هل هي ينفع لوحدها تعمل ماثيماتيكال اوبريشن؟ لا. ففي العادي الكومباينيشن من اللوجيك جيتس بتتجمع مع بعض عشان تعمل ماثيماتيكال اوبريشن. تمام، فاحنا عايزين نعرف ايه هي الـ يعني مش هناخد مثلا الاديشن والسبتراكشن، بس هناخد فكره ان انا ممكن يبقى عندي فانكشن مكتوب فيها ان انا عندي الاي، يعني الاي اند مع البي، وبعد كده الناتج بتاعهم بعمل له اورنج مثلا مع السي، حاجه زي كده. يعني لو انتوا شايفين الشاشه، انا طبعا هشرح الحاجات دي بالتفصيل، بس بشرح الاول فكره اللوجيك اوبريشن.
حاجة زي كده، اللي هي الاف اوف اي وبي وسي بيساوي اي بي بار بلس بي سي بلس سي. فاحنا دلوقتي هناخد محاضره ايه؟ محاضره بتقول ان مفيش لوجيك جيت بتشتغل لوحدها، في اللوجيك جيت بتشتغل كومباينيشن مع بعض عشان تطلع لي فانكشن معين. فالفانكشنز دي كتيره، في اللي بيعمل جمع، في اللي بيعمل طرح، في اللي بيعمل جمع بعد كده بيعمل طرح بصرف النظر. فاحنا مش هناخد فانكشن معينه بعينها، احنا هناخد الفكره نفسها. ان انا لو عندي فانكشن بتاخد انبوت 3 فاريبلز، ممكن الشكل يبقى عامل ازاي؟ ممكن الشكل يبقى عامل زي كده، ان انا ممكن يبقى عندي الفاريبل الاولاني A و B بعمل لهم اورنج، والفاريبل البي و سي بعمل لهم سوري بعمل لهم اند، وكل دول بعمل لهم اورنج مع بعض. تمام. طبعا الفكره دي فيها تفاصيل كتير، خلينا نبدا من الاول. وما فيش، ما كنت بشرح المره فاتت ما كانش فيه تول بهايلايت بيها، ما فيش عادي خالص. طيب هل انتوا شايفين لما انا باجي اقف كده على الار دي، انتوا شايفين هبقى اقف بان انا بقف على الكلمه كلها؟ طيب تمام، شايفين يا دكتور؟ تمام. في حاجه اسمها باينري فاريبل اول، بس عايزين نحط الحاجات كلها جنب بعضها. في حاجه مبدئيا اسمها باينري فاريبل، واحنا خدنا ايه هو الباينري فاريبل؟ لما انا خدنا اللوجيك، لما خدنا النيوميريشن سيستم خدنا الباينري نيوميريشن سيستم، والباينري ده بيشتغل مع فاريبل بيشيل قيمتين بس، يا اما 0 يا اما 1. الفاريبل اللي داخل ده اللي هو ايه ده بسميه باينري فاريبل. تمام. فايه هو الباينري فاريبل؟ ده فاريبل which take only two values true or false or 0 or 1. تمام. يبقى الباينري فاريبل ده فاريبل بيشيل only two values. التو فاليوز دول حاجتين في العادي بنسميهم 0 0 0 1. تمام. طيب بعد كده في حاجه اسمها باينري اوبريشن، يعني انت معاك الباينري فاريبل هتعمل عليه حاجه. تمام. الباينري اوبريشن دي ساعات بسميها باينري لوجيك، وساعات بسميها باينري اوبريشن، وساعات بسميها لوجيكال اوبريشن. اوكي. الحاجات دي ايه اللي ايه اوبريشن؟ ان انا بعمل حاجه في الفاريبل، ما بشتغلش على الاي واخده وامشي بيه، لا لازم اعمل في الاي حاجه، يعني هعمل في الاي مع البي مثلا اند. تمام. فالفانكشنز او الاوبريشنز اللي انا ممكن اعملها ان انا اعمل اند. فالاوبريشن ان انا ابلاي ماثيماتيكال لوجيكال اوبريشن اون ذا باينري فاريبلز. تمام. الامثله على اللوجيكال اوبريشنز طبعا خدنا الاند وخدنا الاور، وان انت مثلا ممكن تعمل اكس، ممكن تعمل اكس اند مع الواي، او الاكس اور مع الواي. بنريبريزنت الاكس اند ازاي؟ ان انت بتقول الاكس دوت الواي، اكس دوت الواي، او تقول اكس واي على طول عادي. طبعا دي مثال كانك بتعمل ريبريزنتيشن بعمليه الضرب في الماس عادي، لان انت ساعات لما بتعمل ماس في الضرب بتعمل اكس ضرب الواي او تقول اكس واي على طول. فهي الاند بنعمل ريبريزنتيشن بالشكل ده، ممكن تقول اكس دوت واي او اكس واي على طول. طيب والاور بتقول اكس بلس واي. دي بس كده مثال لللوجيكال اوبريشن. طيب عايزين نفرق ما بين حاجه اسمها لوجيكال اوبريشن وفي حاجه اسمها ماثيماتيكال اوبريشن. تمام. اللوجيكال اوبريشن زي الاور مثلا، دي لوجيكال اوبريشن. لوجيكال اوبريشن يعني ايه؟ يعني هي بتطلع لي، بتاخد انبوت فاريبل باينري وبتطلع لي 0 او 1. دي اللوجيكال اوبريشن. لو خدنا مثال ليها الاور، هتلاقي ان انت لو جيت تعمل اورنج للاي والبي هيطلع لي 0، لو جيت طبعا تعمل اورنج للاي والبي اللي هو لو كان كلهم واحد هيطلع لي 1. دي فكره الاور، دي اسمها لوجيكال اوبريشن. طب الماثيماتيكال اوبريشن، ناخد برضو مثال الاديشن، هتلاقي ان انت مثلا لو عايز تجمع تو فاريبلز، تو باينري فاريبلز، مش هيطلع لك، مش دايما بيطلع لك قيمه واحده. تمام. لو انت عندك مثلا 0 0 ده جمعهم بيبقى 0، لو 0 1 بيبقى 1، لو 1 و 0 بيبقى 1، لكن لو 1 و 1 بيبقى جمعها ايه؟ 0 1. تمام. او يعني واحد، يعني هيطلع لك الاوتبوت 2 elements 2 باينري 2 ديجيتس. تمام. ففي حاجه اسمها باينري اوبريشن او لوجيكال اوبريشن، وفي حاجه اسمها ماثيماتيكال اوبريشن، دي مش هي دي. تمام. طيب
الحاجة بقى اللي بتجمع ما بين كذا باينري اوبريشن مع بعض بنسميها بوليان فانكشن، اللي هو انا دلوقتي عايز اعمل طرحه، عايز اعمل جمع، عايز اعمل جمع وبعد كده اعمل ضرب، بحتاج اكومباين كذا لوجيك جيت مع بعض بحيث ان الاوتبوت في الاخر يعمل ريبريزنتيشن للضرب او للفانكشن دي. الحاجه اللي بتتماب لحاجه زي كده اسمها بوليان فانكشن. فالبوليان فانكشن بنعملها ريبريزنتيشن بالطريقه دي. تمام. طيب describe binary algebraic expression that consists of binary variables and the logical operation symbols. طيب بنعبر عن البوليان فانكشن ازاي؟ بعباره عن بالسيمبلز دي اللي هي الانبوت، وطبعا الاوتبوت بتاع الفانكشن بيكون يا اما 0 يا اما 1. احنا مش عارفه لو انتم مش عارفين مش مشكله، يعني هو دايما الفانكشن بتاع اي حاجه احنا ناخدها لازم الفانكشن الاوتبوت بتاعها يبقى 0 او 1. تمام. يعني في اللوجيك جيتس اللي احنا خدناها الاوتبوت دخل لي 2 فاريبلز، دخل لي 3 فاريبلز، دخل لي 4، الاوتبوت هيبقى عباره عن اونلي 1 يا اما 0 يا اما 1. هنا برضو لو احنا خدنا بوليان فانكشن يعني خدنا كذا اند اور مع بعض وحاجات كتير، برضو الفانكشن الاوتبوت هيبقى اونلي 0 او 1. طبعا هنشوف بالتفصيل حاجه زي كده. تمام. طيب دلوقتي البوليان فانكشن هل هي الطريقه في يعني الطريقه الوحيده اللي بريزنت بيها البوليان فانكشن هو الشكل ده؟ يعني ان انا احط سيمبلز جنب بعض واحط لها واقول ان هي ان انا عندي ثلاثه فاريبلز والاوتبوت عباره عن ان انا بخلي الاي والبي اند مع بعض والبي والسي اورنج مع بعض. لا، في خمس طرق بستخدمهم عشان خاطر اريبريزنت البوليان فانكشن. تمام. اول شكل اسمه الالجبريك فورم. الجبريك فورم دي الحاجه اللي احنا خدناها اللي احنا لسه قايلينها دلوقتي. تمام. بعد كده حاجه اسمها بعد كده التروث تيبل. دي يعني دي الخمس حاجات، التروث تيبل، اللوجيك سيركت، في حاجه اسمها سام اوف مين تيرم، سام برودكت اوف ماكس تيرم، كل ده هيتشرح عادي بالتفصيل يعني. فاول ايه اللي احنا بناخده ده الطرق اللي بستخدمها عشان بريزنت البوليان فانكشن. اول حاجه اسمها الالجبريك فورم، انت تحط السيمبلز جنب بعض وتقول كل سيمبل بيريليت ما بين التاني ازاي، في اندنج ما بينه ولا اورنج ولا نوت. تمام. طيب لو عايزين ناخد التروث تيبل، طبعا احنا فهمنا ايه هو التروث تيبل. التروث تيبل از ا ريبريزنتيشن اوف بوليان فانكشن، ات شوز ذا فاليو اوف ذا فانكشن ان اول بوسيبل كومبينيشن اوف ذا انبوت فاريبل. التروث تيبل ده عباره عن جدول كده انا برسمه بحط فيه الانبوت وبحط الاوتبوت في كولم لوحده، والانبوت بيكون كل البوسيبل كومبينيشن ما بين الانبوت، كل الاحتمالات اللي موجوده، والاوتبوت بيبقى ايه قيمه واحده بس. طيب بيقول لك بقى هاو ميني، طبعا الحاجه اللي انا قلتها قبل كده، هاو ميني روز ان ذا تروث تيبل، بيعتمد على النمبر اوف انبوت اللي عندي. فور ان انبوت فاريبل ذا نمبر اوف روز از 2 تو ذا باور ان. تمام. انا عندي 2 فاريبلز، بيبقى التيبل اللينس بتاعه او النمبر اوف روز بتوعه بيبقى 2 اس 2، الاثنين ده اساسي، ف2 الاس هو 2. طب لو عندي 3 فاريبلز هيبقى 2 اس 3، طب لو عندي 4 فاريبلز هيبقى 2 اس 4. نركز في اللي انا بقوله ده طبعا عشان عندنا كويز. طيب التروث تيبل، لو انا مثلا عندي الفانكشن دي وجيت قلت لك الفانكشن دي انا سؤال لوحده كده، اعمل لي ريبريزنتيشن للفانكشن دي بالتروث تيبل، يعني قول لي في الاخر هي قيمتها 0 امتى و1 امتى. ما هو التروث تيبل بيعرض لي في الاخر في اخر سيل اللي هنا دي اللي في على الحرف بيعرض لي الاوتبوت 0 ولا 1. فانا عايز اعرف بالتروث تيبل الفانكشن دي قيمتها 0 1 امتى. فانا هعمل ايه؟ عايز ريبريزنت التروث تيبل، انا بشوف الفانكشن اسمها اف اوف اي وبي وسي، ده معناه ان انا عندي ثلاثه فاريبلز، فهعمل الكولم الاولاني ايه والثاني بي والثاني سي، وهملي طبعا الكولم زي ما احنا عارفين هيبقى 4 0 4 وحيد 0 1 0 1 وهكذا. طب بس بملي الانبوت لسه مش هيملي الاول. طيب ماشي، دي اول ثلاثة كولمز. بشوف الفانكشن بتاعتي ان ترمز اوف كام فاريبل، بحط ايه اول ثلاثة كولمز الفاريبلز دي. طيب بعد كده بشوف الفانكشن بتاعتي دي فيها ايه، فيها الاي وفيها البي، هنا عندي الاي والبي والسي. هل هو هنا في الفانكشن محتاج الاي والبي والسي كده لوحدهم ولا في حد محتاج له البار؟ هتلاقي هنا محتاج الاي لوحدها وهنا البي لوحدها وهنا السي لوحدها، يعني في الحته دي. تمام. خلاص يبقى انا فعلا محتاج الاليمنت دي. طب هل في حد فيهم ليه نوت؟ هتلاقي ان البي ليها نوت، فمحتاج ان انا احط الكولم بتاع البي بار،
البي بار هيبقى الاليمنت قبل ما نيجي عندها هتمليها ازاي. انت كنت هنا بتملي اربع اصفار اربع وحايد وهنا صفرين صفرين، اول تو سيلز دول صفرين، هيبقى البي بار عباره عن وحدين صح كده، لان البي لان البي بار يعني النوت بتاع البي، فهتعكس اي حاجه عندك في البي. تمام. طيب الاليمنت الثاني هيبقى عباره عن ده مع ده، ده الاليمنت الكولمن الثاني هيبقى عباره عن الاليمنت ده، بعد كده يبقى ده، بعد كده بقى ليه ما حطيناش السي؟ لان السي اصلا موجود عندي هنا خلاص. والفانكشن دي الاف دي اللي هو الاوتبوت بتاع الفانكشن، انا كل حاجه تظهر دلوقتي. طيب خلينا واحده واحده. طبعا انت لو فرضنا انت في الاول ما تبقاش عارف العدد ده، فخلينا واحده واحده. مبدئيا احنا متاكدين من الثلاثه دول، الثلاثه دول الايه هيبقى اربع اصفار اربع وحايد. تمام. البي صفرين وحدين صفرين وحدين وهكذا. انا ادخل على السي هيبقى صفر واحد صفر واحد. طيب ليه احتجت البي بار؟ قلت طبعا عشان ايه الفانكشن واضح ان فيها ايه البي بار اليمنت، فمحتاج ان انا احطه، هعرف طبعا حطيته ليه. بس انا بس انت بتفل التيبل بالشكل ده، لو عندك اليمنت فيه نوت بتحط النوت هنا، لو كان عندك فيه بي نوت واي نوت وسي نوت هيبقى عندك هنا اي نوت وبي نوت وسي نوت. لازم تحط كل الحاجات اللي معروضه عندك، الفانكشن فيها اي وبي وسي بتحط الاي والبي والسي، فانكشن فيها اي نوت وبي نوت وسي نوت تحط الاي نوت وبي سي نوت. طب مثلا الاي والبي لهم اند بتحط الاي والبي لهم اند، البي والسي لهم اور بتحط البي والسي، يعني البي والبي زائد سي بتحط اللي موجود ايه قدام. وبعد كده طبعا لازم يكون في سيل في الاخر بتشيل الاوت. طيب طبعا فهمنا لغايه هنا، فهمنا طبعا البي بار هملاها ازاي، هتبقى عباره عن ايه، عن شوف انت البي صفر هيبقى البي بار بواحد، البي الثانيه بصفر هيبقى البي بار بواحد وهكذا، دي بواحد هتبقى دي بصفر. تمام. طيب الكولم الثاني، الكولم الثاني بيقول لك ايه، بيقول لك اعمل ايه اند مع البي بار، يعني تمسك الاليمنت ده تعمل له اند مع الاليمنت ده صح، فهتاخد الزيرو وتعمل لها اند مع الواحد هيطلع لك زيرو، هتاخد الزيرو ده وتعمل له اند مع الواحد تعمل يطلع لك زيرو، وهتمشي على كل اليمنت وتطلع الاوت، هيطلع لك طبعا الاند بتطلع وحيد امتى، بتطلع لما يكون الاثنين بواحد، فلما البي بار بواحد والاي بواحد هيطلع واحد، وبرده السيل الثانيه لما الاي واحد والبي بار بواحد طلع لي واحد. فدي ازاي بتملي الاليمنت ده. تمام. فالاليمنت ده عباره عن ايه، بي بار، يعني بتعمل اند للكولم اللي فيه ايه والكولم اللي فيه بي بار. طيب الاليمنت اللي بعد كده اللي هو البي سي معناه ايه، انك برضو بتعمل اندنج للبي مع السي، فتمسك الكولم اللي اسمه بي وتعمل له اندنج مع الكولم اللي اسمه سي، فيبقى عندك صفر مع صفر نمليها كده، الصفر اند مع الصفر هيبقى صفر، الصفر اند مع الواحد هيبقى صفر. طبعا هحط كل صفار، لو انا سهل على نفسي انا احط كل صفار واجي عند الحاجات اللي فيها وحايد بس واحط فيها واحد، فواحد وواحد يبقى واحد، هنا برضو الام ده كان واحد وواحد احط واحد. تمام. طيب الاف بقى اوتبوت عباره عن ايه، عباره عن انت بتاخد الاليمنت ده بتعمل له اورنج مع الاليمنت ده، اورنج مع الاليمنت ده. طبعا انت بص كده اللي انا بعمله ده على ان انت عندك بتعمل اور لثلاثه فاريبلز، ماليش دعوه بقى الفاريبل ده كان اساسه ايه، هو الفاريبل ده كان اساسه ايه، ايه اند بي بار، ما مش مهم، كان الفاريبل الاولاني اسمه ايه والفاريبل الثاني اسمه بي والفاريبل الثالث اسمه سي معايا. فالفانكشن بتعمل اندنج الثلاث حاجات مع بعض، الثلاث حاجات دول باخد الثلاثه فاليوز اللي قصاد كل واحد فيهم وبعمل له اورنج، فاخد مثلا الاي بار اللي هي زيرو بعمل لها اور مع البي سي اللي هو زيرو زيرو زيرو، الاور بتاعهم كام؟ زيرو، ومع السي هتبقى برضو الناتج بتاعها زيرو. طيب الاور طبعا هتحط برضو كله صفار او كله وحايد، تحط كله صفار عادي، الاور بتطلع واحد امتى؟ حد معايا؟ لما يكون في واحد احنا بنحط واحد لما بنحط واحد في اي مكان ما عدا لما يكون في عن ثلاث اصفار صح كده؟ مظبوط.
لو كانوا هما 2 variables فبنحط واحد في اي مكان لو كان صفرين، لكن هنا عشان 3 variables بنحط بنحط واحد، بنحط صفر لما يكون 3 صفور. طيب فانا عندي ده الاليمنت ده والاليمنت ده والاليمنت ده، تبص عليه هو ده اللي بيملي السيل بتاع الفانكشن. عندي صفر وصفر وصفر، ده يبقى صفر. فلو الفانكشن بتاعتك اور بتملي كل السيل دي كلها وحايد، السيل اللي هي دي يعني بتاعت الاف تملاها كلها وحايد، وبتحط صفار امتى؟ لما يكون الثلاثه فاريبلز وحايد، فدي هتحط فيها صفر دي ودي ودي، فالسيل الاولانيه تبقى صفر. السيل دي ليه بقت صفر؟ لان دي كانت صفر ودي كانت صفر ودي كانت صفر. والسيل دي ليه كانت صفر؟ عشان دي كانت صفر ودي كانت صفر ودي كانت صفر. دي فكره البوليان فانكشن باستخدام الترو ستيبل، تمام؟ فلو انت عندك البوليان فانكشن بتتكون من 3 فاريبلز، بملي 3 بملي 3 كولمز 3 فاريبلز، الفانكشن بتاعتي فيها بار، بتحط بعدد البارز اللي عندك، لو اي بار وبي بار وبي سي بار بتعمل 3 كولمز اي بار وبي بار وسي بار. بعد كده طبعا عرفنا بنملي البار ازاي، بتملي الاليمنتس ازاي، ايه الاليمنت اللي المفروض تعمل بعد كده كل الكومبانيشنز دي. طبعا ده مثال يعني، لكن في امثله كتير. طيب لو قلت لك اعمل لي ريبريزنتيشن للبوليان فانكشن باستخدام اللوجيك سيركت، طبعا هناخد نفس المثال، احنا المثال اللي احنا شغالين عليه على طول الالجبريك فورم دي اللي هي اي بي بار بلس بي سي وبلس سي، عملناها ريبريزنتيشن بالالجبريك فورم، عملناها ريبريزنتيشن بالتروستي، وعايزين نعملها ريبريزنتيشن باللوجيك سيركت. اللوجيك سيركت دي عباره عن ايه؟ عباره عن انت بترسم فيجر، يعني بترسم فيجر كده زي ده كده، وتقول لي بحيث يعني الاوتبوت بتاع جزء بيكون هو الانبوت للجزء الثاني، تمام؟ لو انت عملت هنا الاي والبي اند، ده مثال يعني، الاي والبي اند الاوتبوت بتاعه اللي هو الجزء اللي هنا ده بيبقى هو الانبوت لجزء ثاني بعد كده، تمام؟ فاللوجيك سيركت از ا تشين اور ا كولكشن اوف لوجيك جيتس ميكسد توجذر باي تيكينج ذا اوتبوت اوف فروم وان جيت اند يوزينج جيت از انبوت تو انذر جيت، تمام؟ فالجيت دي عباره عن الاي الفانكشن دي، طبعا دي مش الفانكشن اللي احنا بنستعملها على طول، اتمنى طبعا هو ماشي لسه هيحلها، بس ده مثال يعني اللي هي اللوجيك سيركت. لو عايزين نركز مع بعضها اللي هي الفانكشن دي عباره عن ايه؟ عباره عن الاف، الاف اوف اي وبي وسي، لو حد ممكن يكتب يعني الاف اوف اي وبي وسي بيساوي ايه؟ عملت انا ايه في الاي والبي؟ عملت الاي والبي عملت لهم اند صح؟ والناتج بتاعهم عملت لهم اورنج مع السي، هيبقى ايه؟ اند بي الاليمنت ده هيبقى زائد سي، تمام؟ الاي بي ده اليمنت هيبقى زائد سي، لان الناتج بتاع الاي والبي دخلته انبوت للاور، والاور بتاخد حاجتين اللي انا لسه مطلعاه ده والسي، فيبقى فانكشن اوف اي وبي وسي بيساوي الاي بي زائد سي، تمام؟ يعني ده اي كلام سيبنا من المتاع ده، فيها تفاصيل تانية اعمق يعني. طيب عايزين نحل المثال ده، مش دايما السيركت بتبقى سهله كده، دي كده لوجيك سيركت بتتكون من تو جيتس بس اند اور، طيب ممكن يبقى فيها حاجات كتير، فعايزين ريبريزنت بوليان فانكشن دي ان ترمز اوف اللوجيك سيركت. تخيلوا كده ايه اللي ممكن يحصل لو انا عايزه الاليمنت ده الاي بي بار، هتاخد الاي زي ما هو وهتعمل للبي نوت، الحته دي بعد البي هتحط نوت، واللي هيطلع من البي نوت والاي هتعمل له اند. هو عملها بسرعه. طيب شايفين الحته دي كده، دي بتماب دي، ان انت خدت الاي مع البي نوت وعملت لها اند، فالاوتبوت بتاعها الاوتبوت بتاع دي انت هو هنا، سوري الاوتبوت بتاع السيل دي بتاع الاي بي بار هو هنا كانه يعني خط كده يعني. طبعا الاور اللي في الاخر دخلها ثلاث خطوط او ثلاثه انبوت، هنعرف الثلاثه دول منين، بس اول واحد عرفناه اللي هو ده ناتج الاي بي بار. طيب البي سي البي سي مالها؟ انت بتاخد خط من البي بس من غير نوت، وبتاخد شرطه من السي وتعمل لهم اند. انت عندك ادي الجزء ده واخد شرطه من السي وقاره برده من البي وعملت اند، ده الجزء ده. بعد كده عندك السي، السي طبعا بتاخد خط من السي لوحده، وفي كذا طريقه ان انت ترسم اللوجيك سيركت،
تمام. هناخد ندخل شويه نلاقي مثال سهل يعني بيخلينا نرسم بشكل اسرع، بس كل واحد حر يرسم اللوجيك سيركتس. اهم حاجه تبقى انت فاهم ان انت عندك 3 انبوت وعندك 1 فاريبل، وتعمل في النص ايه. ممكن في ناس بترسم لي طبعا دي كده لما الاي والبي والسي تحت بعض، دي اسمها ايه؟ دي اسمها فيرتيكال. ممكن ناس ترسمه لي هوريزونتال، تخلي الاي هنا والبي هنا والسي هنا. ممكن اوريكم مثال، احنا في السلايد كام؟ 32. مش في البرزنتيشن دي، انا فصصت البرزنتيشن. طيب هبقى اوريها لكم بعدين. يعني انت ممكن ترسم باي شكل، بس طبعا انت مش كطالب مطالب ان انت تالف، انت بتشوف حاجات كتيره فبتختار الطريقه اللي انت ايه عايزها. فاحنا اللي خدناه لغايه دلوقتي ان انت بتخلي الاي والبي، بتخلي الاي والبي هورز ايه لما يكونوا فوق بعض فيرتيكال. تمام. في حد مش فاهم ازاي بعبر عن البوليان فانكشن باللوجيك سيركت؟ ولا انتوا بتعملوا جوين وتروحوا تناموا؟ بجد مفيش حد موجود في المحاضره؟ لا معاك يا دكتور، معاك يا دكتور، معاك موجودين يا دكتور، موجودين. اه طب نعمل ايه بقى؟ نشغل الكاميرا. شغل الكاميرا. لا مركزين مع حضرتك كده. انا حاسه بيكم، انا حاسه ان انتوا موجودين بس مش شايفاكم. ماشي. بصوا يا شباب، انا مش بعرف اتعامل مع حد مش قافل، فحاولوا تركزوا معايا علشان اللي انا بقوله مش المفروض ان انا اعيده تاني يعني. طيب بعد كده احنا كنا طبعا خدنا البوليان الالجبريك فورم والتروث تيبل واللوجيك سيركت. بعد كده في حاجه اسمها سام اوف مين تيرم او حاجه اسمها برودكت اوف ماكس تيرم. ناخد بس حاجه السام اوف ماكس تيرم، سوري السام اوف مين تيرم. انت قلت لحد ايه في المايك اللي عامل دوشه؟ يا باشمهندس اللي هو ايوه يعني مين اللي عامل صوت؟ تمام. تمام. احنا خدنا كنا 5 طرق، خدنا 3، فاضل طريقتين. حاجه اسمها سام اوف ماكس، سام اوف مين تيرم وبرودكت اوف ماكس تيرم. ايه اصلا مين تيرم ويعني ايه ماكس تيرم؟ المين تيرم والماكس تيرم دول يعني كان حاجه كده معلومه جديده انت تعرفها، طريقه كده الناس اللي بتاع اللوجيك قالوا عايزين يعني حاجه عرفوها يعني بحيث ان هي تسهل لهم التعامل مع اللوجيك سيركت، اللوجيك البوليان فانكشن. تمام. فهي تيرم جديد بيتعمل ازاي؟ من ترم ار الاند ترم ويز افري فاريبل ريبريزنت ان ايذر ترو اور فورم كومبلمنت فورم. طيب احنا سيبنا من الكلام ده خالص. ايه المين ترم؟ يعني لو انا عايز عندي فانكشن فيها بتتكون الانبوت بتاعها 3 فاريبلز، طبعا دي كل البوسيبل كومباينيشن، عايز اجيب المين ترم. المين ترم هيبقى عباره عن ايه؟ بتعمل اند للثلاثه انبوت اللي هو الاكس والواي والزد. بس طبعا بيبقى عندك ساعات الاكس في حاجات كلهم بزيرو، في حاجات بزيرو وحاجات ب1، فهتميز ازاي؟ انت ممكن تعمل الاليمنت الاولاني اكس واي ونوت اكس واي وزد اند عادي. طب الاليمنت الثالث ده اكس واي وزد، طب هتعرف ازاي ان ده كان يعني كده المين تيرم كلها واحد اكس واي وزد اكس واي وزد اكس واي وزد، هتعرف ازاي ان هم مختلفين؟ بيبدا يريبريزنت ساعات بتقول اكس واي وزد، ساعات بتقول في حاجه فيهم نوت، يعني بتقول مثلا اكس واي زد نوت او اكس واي نوت زد، في حد فيهم بتحط له نوت. بتحط امتى نوت؟ بتحط نوت المين تيرم الديفولت بتاعه واحد. يعني لو انت عندك تلات وحيد يبقى اكس واي وزد، لو انت عندك تلات اصفار يبقى اكس نوت واي نوت زد نوت. معايا؟ لو انت عندك اكس واي وزد باربع بتلات وحيد يبقى اكس واي وزد، لكن لو عندك ثلاث اصفار هيبقى اكس واكس نوت واي نوت زد نوت. طب انت عايز مثلا الاليمنت ده هيبقى في واحد فيهم صفر والتاني واحدين، هيبقى اكس نوت واي زد اكس نوت واي زد وهكذا.
يعني لو سألت سؤال list all min terms of this function هتروح كاتب كل الحاجات دي كلها مبدئيا كده كله x y z x y z x y z تكتب كل ال input x y z وبعد كده تعدي عليهم واحد واحد تشوف مين فيهم اللي هياخد نوت فهمني؟ بس فالمين تيرم ار اند تيرمز ويز افري فاريبل ريبريزنت ان ايذر ترو اور كومبلمنت فورم بتعمل اند لكل التيرمز اللي موجوده عندك بحيث اللي موجود ده لو كان يعني عادي لما يكون زيرو او عادي لما يكون كومبلمنت فورم ممكن يبقى 1 ليه بنسمي الساعات ساعات المين تيرم بنعملها بتشير ان هي اسمها برودكت لان انت بتقول اكس واي زد فاكس ملتبلايد باي واي ملتبلايد باي زد يعني كانك بتقول اند يا اما تقول مين تيرم ار اند او المين تيرمز ار برودكت عادي لان اللوجيك جيت بتعمل لها اند بتعمل لها بتشير بالبرودكت طيب بيقول لك المين تيرم بالاسيوم اللوجيك زيرو از ذا كومبلمنت فورم اللي انا لسه قايله دلوقتي ان انت الديفولت بتاعه الواحد لو كان عندك واحد 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 هيبقى اكس واي زد تمام ده بنسميه الدايركت فورم يعني اللوجيك واحد اذا دايركت فورم هو كانه ديفولت لو عارفين كلمه ديفولت فالديفولت فاريبل للمين تيرم واحد بتحط اكس واي زد كده عادي ما بتفكرش لما الانبوت عندك بيبقى واحد بتحط نوت امتى لما بيكون عندك زيرو خلاص فبيأسيوم لوجيك از ا كومبلمنت فورم كومبلمنت يعني الحاجه العكس يعني فالديفولت بتاعه واحد فلو انت عندك الانبوت واحد بتحط اكس واي زد لو في حد فيهم بقى زيرو بتحط له بار او نوت يبقى اكس دي هيبقى اكس واي زد نوت تمام مفهومه مفهوم يا دكتور يعني والله انا هبدا اخد اجراءات تانية خالص يعني انتوا نايمين انتوا ليه نايمين لا يا دكتور ما حضرتك انتوا بتجاملوني يعني لا بتروحوا لا يا دكتور وتروحوا تناموا وتصحوا تاني ولا مش فاهم يعني مفيش اكتف في الكلام ليه انا صوتي عالي بتكلم واضح ان انا كنت بتكلم من شويه انتوا ليه دايما ما بتيجوا تردوا بتبقوا ساكتين يعني لا يا دكتور وتروحوا تناموا يعني الصوت ما فيهوش اكتف في الكلام ساكتين فلما حضرتك لا يا دكتور فعلا والله متابعين معك حتى اسالي ممكن عادي تسالينا جاوب طيب ماشي هو انا ماشي طبعا احنا هنا في ممكن اسال عادي يعني ممكن ابقى اديكم سؤال تبعتوه انتوا على الايميل طيب هو بس اي سؤال بيبقى مش هدف حاجه ان احنا بس ايه لو انت مفكر نفسك فاهم فتثبت لنفسك ان انت فاهم ده بس عشان ايه ان انت ما تتصدمش في الكويز طيب طبعا الكويز ما فيهوش المحاضره دي بس لو في كويز بعد كده يعني طبعا دي اول معلومه احنا خدناها نعم كويز امتى بعد العيد لا لو انا لسه بعت على الجروب ان على المايكروسوفت تيم ان الكويز الحد الجاي الحد الجاي الحد الجاي اونلاين تمام ان شاء الله تمام هتكون مده الكويز قد ايه ساعه تمام ليه هو ساعه هيكون مفتوح ولا هو مدته ساعه الحل اللي احنا هنحله اللي هما الاثنين نفس الحاجه الساعه ساعه مفتوح وساعه انت هتحل في ساعه بكام درجه يا دكتور بكام درجه في 2 جنيه بكام بكام لا اصل مش حاجه اسمها بكام درجه اسمها يعني كام درجه كام درجه طيب لا مش 30 30 ده ميد ترم مش كويز ماشي لا هما حاطينه ب 30 هو الكويز اللي انا عاملاه سهل بس يعني هما حاطين ان الكويز يبقى عليه 30 خلاص هيبقى 30 هو هيبقى تو كويزز تمام ماشي يا باشا شكرا ده يبقى ام سي كيو كله صح لا طبعا مش هتكتب يعني هتكتب حاجه هتكتب 0 1 مش عارف ايه زائد حاجات كده يعني وهتطلع لي اوت في الاخر يعني ده كده الاسهل ما طلبتش منك انك تكتب في ورقه وتبعتها لي كفايل في ايمج يعني ده هو انت هو امتحان عادي في ام سي كيو وفي سؤال هتقعد تكتبه على الكمبيوتر عادي يعني قدامك الامتحان وبتكتب بتجاوب وبعد كده تعمل سبميت الاجابه بتوصل مش كله ام سي كيو ما الموضوع سهل والله بس ذاكروا بس الثلاث محاضرات مفيش حاجه يعني ذاكروا الثلاث محاضرات تمام
طيب هنراجع بس المين تيرم هو الاند والمين تيرم ساعات بسميها برودكت والديفولت بتاعه 1 والعكس بتاعه 0. طيب في بعد كده حاجه معلومه ثانيه عايزين نقولها في المين تيرم اللي هي الايه ديزاينيشن دي. ساعات مش بتضطر ان انت تقول هو مش بتتقال كده يعني. ساعات بريبريزنت المين تيرم بشكل تاني ان انا بقول ام 0 ام 1 ام 2 ام 3 بقول ام سمول ام اي ام سمول واي. الاي دي ايه؟ الاي دي القيمه الديسمال بتاع الاليمنت اللي انا واقف عنده. طيب ايه اللي انا بقوله ده ام 7. ايه 7 دي؟ الثلاث وحدات دول معناهم 7. لو انت حولت الثلاث وحدات دي ده باينري، لو حولته للديسمال هيبقى 7، لو حولت الصفرين 1 دي هتبقى 4. الناس اللي هي مركزه معايا يعني، فانت هتبقى طبعا هي مش عايزه يا اما تفهمها كده يا اما تفهمها كده، يا اما تفهمها ان السبعه دي ان ترجمه الثلاث وحدات، يا اما تقول السبعه ده الاندكس الثامن يعني 0 1 2 3 4 عادي يعني تمام. فالاسهل عليك انك تقول ام 0 1 2 3 تبقى فاهم ان ام 3 يعني الاليمنت الرابع، لان انت عندك 1 2 3 4 تمام، فام 3 ده معناه الاليمنت الرابع. ففي طريقه ثانيه بستخدمها عشان ابريزنت المين تيرم انك تقول ام اي، بحيث ان لو قلت لك ان الفانكشن دي المين تيرم بتوعي ام 3 وام 7 تبقى انت فاهم ان هي عباره عن اكس بار واي زد واكس واي زد تمام كده. يعني المين تيرم ممكن تعملها ريبريزنتيشن بطريقتين، يا اما تقول كل ده كده عادي، يا اما تقول ام 0 1 الحاجات دي. فلو جالك سؤال قال لك list all main terms of this function بتعمل كل ده x y ال x تقول m 0 بيساوي x bar y bar z bar، m 1 بيساوي x bar y bar z، وهكذا m 2 بيساوي x bar y z bar تمام. دي لو انت قلت لك هات لي كل المين تيرمز بتاع الفانكشن دي. في ساعات بيعمل لك العكس، بيقول لك المين تيرم بتاع الفانكشن دي هو m 3 و m 7. يعني الفانكشن دي عباره عن ايه؟ هتقول لي عباره عن اكس بار واي زد واكس واي زد تمام. دي بس طريقه البرزنتيشن الثانيه للمين تيرم. بعد كده الماكس تيرم عكس كل اللي انا قلته ده. الماكس تيرم المين تيرم كان اند، فالماكس تيرم اور. بتعمل ازاي بقى اور؟ لو انا نتخيل يعني كنا قلنا ايه، كنا قلنا اكس واي زد هنا بصرف النظر عن الاو عن النوت. لو انت عندك ثلاثه فاريبلز فهيبقى كان المين تيرم اكس واي زد، في الماكس تيرم هتبقى اور، هتبقى ايه اكس بلس واي بلس زد صح؟ صح؟ تمام. طيب خلينا بس نكتبها اهو لو انتوا مره واحده مش مشكلة. فهتعمل البرزنتيشن للإليمنت الأولاني من هو إيه؟ إكس سيبنا من النوت، أنا بس بديهالكم يعني بقولكم واحدة واحدة. لو عايز تعمل البرزنتيشن للماكس تيرم بتبقى عبارة عن أورينج لكل الإليمنت اللي داخل إكس واي زد إكس واي زد إكس واي زد. بحط نوت إمتى؟ بحط نوت إمتى؟ لاحظ هنا حط نوت ليهم كلهم. ممكن بس لو مش عارفة أعمل السبيكر طيب دلوقتي بالنسبه للماكس تيرم الديفولت ان انت تروح كاتب اكس واي زد اكس واي زد اكس واي زد ليهم كله. بتحط نوت امتى؟ ممكن ابص انا على الاجابه هنا تلاقي هنا اكس نوت واي نوت زد نوت وهنا اكس واي زد، يبقى الديفولت بتاعه ايه؟
بيحطوا نوت امتى؟ يعني ما بيحطوش نوت امتى؟ بيحطوش نوت لو الدنيا كلها زيرو، بيحط نوت امتى؟ لما كلها واحد. يبقى هو كانه بيحب الزيرو لكن بيكره الواحد. هناك كان في الماكس ترم العكس، تفهمها بقى يعني، شوف تفهم باي طريقه. هنا المين ترم لو كان الدنيا وحيد هو كان كده كويس، يعني ما بيحطش نوت. مش لازم كلها وحيد، انا قصدي لما بيكون في واحد ما بيحطش نوت، لما بيكون في زيرو بيحط نوت. تمام. الماكس ترم العكس، انت لو عندك واحد بيحط نوت، هذا لو كان عندك زيرو ما بيحطش نوت. دي طريقه تفهم بيها. ممكن تفهمها بطريقه تانية، ان انا لما باجي اقول كلمه مين ترم، مين ترم مين يعني مينيمم. تمام. يبقى هو يعني مين ترم تعكس الكلمه، مين يعني عكسها ان هو بيحب الواحد، ما هو زيرو وان، فالوان هو الاعلى، فالمين ترم بيحب بيفضل الواحد او الديفولت بتاعه واحد. لو جيت عند الماكس ترم هتلاقي ان الماكس ترم كان الماكسيمم، كانه يعني المفروض كلمه من ماكسيمم يحب يعني يفضل الواحد، لا هو بيفضل الزيرو. تمام. فانت يعني بتفهمها زي ما انت عايز او بتذكرها زي ما انت عايز، بس هو كشرح يعني الماكس ترم اسيوم اللوجيك زيرو از ا دايركت فورم اوف ذا فاريبل اند اللوجيك زيرو از ذا كومبلمنت فورم اوف ذا فاريبل. فالدايركت فورم او الديفولت فاريبل للماكس ترم هو الزيرو. ما بيحطش بار لو الدنيا فيها زيرو، بيحط بار امتى؟ الكومبلمنت فورم امتى؟ لما بيكون في واحد. اي هوب طبعا الناس تبقى مركزه معايا يعني. برضو لما باجي طبعا الكلمه دي اسمها ماكس ترم، بعت لك البرزنتيشن انا بعتها. الماكس ترم بنعمل لها برزنتيشن بام كابيتال اي، عشان بس لو انت جيت في مره شفت ام كابيتال تبقى عارف ان ده معناه ماكس ترم، ام سمول معناه من ترم، فالموضوع مش صدفه يعني. هتيجي كتير يعني، هنستعمل الام كابيتال دي كتير او الام سمول. فالام كابيتال بتريبريزنت الماكس ترم، الام سمول بتريبريزنت المين ترم. دايما بيبقى في ام اي، ام كابيتال اي او ام اي. ايه الفرق بين يعني ايه الاي دي؟ الاي دي ان الديسيمال، لو انت عندك ام 7 فالديسيمال فاليو بتاع الاليمنت اللي انت عنده اللي هو 3 وحيد ده يبقى 7، 3 وحيد ده قيمته 7، وحدين صفر ده معناه 6، واحد صفرين ده معناه واحد، فيبقى ام 1. تمام. فالماكس ترم از دونوتد باي ام كابيتال وير الاي از ديسيمال ايكويفالنت اوف الماكس ترم كورسبوندنج باينري كومباينيشن. طبعا الحاجات دي ما بتتسالش يعني، ما فيش حاجه اسمها الاي بتريبريزنت ايه، انت بشرح لك عشان تفهم عشان تحل، لكن مش هاجي في مره اقول لك الام اي ايه ولا الام ولا الماكس ترم بريزنت ام كابيتال او ام سمول، ما فيش حاجه اسمها كده. يعني ممكن تتقال على سبيل الغلاسه يعني، بس المهم ان انت ايه يعني تبقى فاهم يعني. فدي معنى المين ترم والماكس ترم. لغايه دلوقتي ما دخلناش في المعنى ده اللي هو انا عايز ريبريزنت البوليان فانكشن بيزد على السام اوف مين ترم، يعني الفانكشن اللي معايا دي اعمل لها ريبريزنتيشن ازاي بالنسبه للماكس ترم والمين ترم. طيب الكلام ده نبقى هنرجع له تاني، عندنا دلوقتي سلايد 2 هنبقى نرجع لها. طيب لو انا عندي الفانكشن دي وعايز اجيب لها المين يعني عايز اعمل لها ريبريزنتيشن ان تيرمز اوف سام اوف مين تيرم او ماكس تيرم، احنا قلنا طبعا الطريقه الثانيه، الطريقه الرابعه سام اوف مين تيرم، او الطريقه الثالثه برودكت اوف ماكس تيرم. فعايزين نعمل ريبريزنتيشن للفانكشن دي اللي هي دايما شغالين عليها ان تيرمز اوف سام اوف مين تيرم، هنعمل ايه؟ هتبني اول خطوه التروس تيبل بتاعها. تمام. طبعا عرفنا التروس تيبل بتبني ازاي، بعد ما بتبنيها لو عايز تعمل ريبريزنتيشن للفانكشن دي از السام اوف مين تيرم، بتشوف الفانكشن دي وحيد فين. الفانكشن دي وحيد هنا وهنا وهنا، عند كام اليمنت؟ 1 2 3 4 5. تاني لو عايز، انا سالتك سؤال قلت لك اعمل لي ريبريزنتيشن للبوليان فانكشن الجيفن دي، تعمل لي ريبريزنتيشن على ان هي سام اوف مين تيرم.
هتعمل ايه؟ هتعمل التروث تيبل رقم واحد. رقم اتنين هتهايلايت او تعلم مع نفسك كده الوحايد فين في الاف، يعني الاف دي قيمتها واحد في انهي سيل، هنا وهنا وهنا، تمام؟ طيب هيبقى السام اوف مين ترم عباره عن ايه؟ لو انت ركزت كده هتلاقي ان انت خلينا بس نشوف احسن نعمل عليها. هتلاحظ ان القيم اللي كانت فيها واحد كانت بتماب للاي والبي والسي دول، تمام؟ هو بس قللت الجدول بس عشان اشرح اكتر، لكن هو ما فيش حاجه. الجدول اللي فات بتشوف اماكن الاف فيها وحايد فين، تمام؟ وتبدا تشوف الواحد دي كانت بتماب لايه؟ للصفر صفر واحد. فالصفر صفر واحد ده قيمته كام؟ قيمته واحد، يبقى ام واحد. هنا كان في واحد هنا كان ده بيماب للقيمة الـ A والـ B والـ C اللي هو صفر واحد واحد، أو يعني بتقرا من اليمادي واحد واحد صفر. فدي بتماب لواحد واحد صفر، دي اللي هي تلاتة، فيبقى إيه عندك؟ M تلاتة، وهكذا. يبقى الـ F بتاعتك عبارة عن الـ M واحد والـ M تلاتة والـ M أربعة والـ M خمسة والـ M سبعة. ده مبدئيا عايز تبريزنت الفانكشن اللي قدامك كسام أوف مين تيرم، بتهايلايت الأماكن اللي فيها وحايد الفانكشن وتشوف هي بتريزنت انهي ام، ام سمول، ام واحد، ام ثلاثة، ام اربعة، ام خمسة، ام سبعة. بعد كده بتعمل ايه؟ بعد كده بتروح قايل اف في اي وبي وسي بيساوي، ولا نجيبها واحدة واحدة عادي مش مشكلة. طيب انت عرفت دلوقتي ان الاف بتساوي ام واحد، الام دي واحد دي عبارة عن ايه؟ الام الام يعني الديفولت بتاعها واحد، هيبقى عندك عبارة عن الـ A نوت B نوت C، صح؟ معايا؟ معايا يعني معايا فاهمين؟ تمام. طيب خليني أعمل كده، وحد يقول لي دلوقتي أنا بقول إن الـ البوليان فانكشن دي عايز اعمل لها ريبريزنتيشن لسام اوف ماكس لسام اوف مين تيرم. قلت اول حاجه بعمل تروث تيبل، تاني حاجه بهايلايت الاماكن اللي فيها الواحد اللي في الفانكشن، تالت حاجه بشوف الوحايد دي بتريبريزنت انهي ام، عندك ام واحد وام ثلاثه وام، رابع حاجه بتشوف الام واحد دي عباره عن ايه، ماشي؟ فالام واحد دي عباره عن A نوت B نوت C. طب الام ثلاثه دي عباره عن ايه؟ حد يقول لي عبارة عن ايه؟ واحد يقول انا مش بغلس، بس عشان ما بنيش على ايه، على باطل يعني، نكمل وعادي يعني. انا عايز افهم الفكرة بس، الدنيا واقفة في ايه يعني؟ دلوقتي لو انا عايز اجيب الام تلاتة، الام تلاتة ده مين تيرم، والمين تيرم قلنا ان هو الديفولت بتاعه واحد، يعني يعني مش هيحط مش هيحط بار لو شاف واحد. فدلوقتي ايه؟ هيبقى الـ A بار B C، لأن الـ B والـ C وحايد B C، وهيبقى الـ A نوت هيبقى A بار B C، تمام؟ طيب الـ M 4 دي 1 0 1 0 0، هيبقى الـ A مش بار بس الـ B والـ C بار، هيبقى A B بار C بار، تمام؟ طب الـ M 5 اتمنى بقى طبعا يكون الدنيا واضحه. الام 5 ايه؟ هتكون A B بار A C. A B بار C. برافو. طب الام 7 هتكون A و B و C بار. B و C. لا مفيش C، هيبقى إيه؟ مش هيبقى في C بار، هيبقى A B C. B C. مش بص صديق، بصيت على اللي فيها معلش. تمام. فهو كده بقى، لو انت عايز تبريزنت يبقى ام واحد بتساوي ايه، لو هتمسك الالمنت ده هيبقى عباره عن A بار B بار C. A بار B بار C. لو خدنا الالمنت الاخير هيبقى عباره عن A B C. لو نمسك مثلا الام الام ام 4 هتبقى عباره عن ايه؟ A B بار C بار. تبقى اهي A B بار C بار، تمام كده؟ دي الخطوه ال ونفرض الرابعه يعني. الخطوه الاخيره بقى انت بتبدا تحط الاليمنت دي كلها جنب بعض، تحطها كده يعني، انت قلت A B حطها جنب بعض بس.
لحد المايك بتاعه شغال، يا اما هيقول حاجه يا اما يقفله. طيب خامس خطوة أو الخطوة الأخيرة إن أنت بتبدأ تحط الإلمنت كلها جنب بعضها، تقول أنا السؤال أصلاً أعمل لي ريبريزنتيشن الفانكشن اللي قدامي as a sum of min term. تمام؟ يعني حط لي المين ترم كلها جنب بعضها كأنها معمول لها summation، هي معنى كده يعني sum of min term. sum هي في الآخر sum دي يعني or، بس إحنا مش هنخش في التفاصيل. sum of min term، فيبقى عندك المين ترم الاولاني A بار B بار C، A بار B بار C، هتحط جنبها ال A بار B C، ال A بار B C، هتحط جنبها A B بار C بار، هتبقى A B بار، وهكذا تحط كل الاليمنت دي كلها جنب بعضها. يبقى احنا بالطريقه دي جاوبنا السؤال ان انت خلاص عملت البريزنتيشن للفانكشن as a sum of min term. تمام؟ في طريقة تانية ان انت بدل ما تبدأ تعملها كده، يعني بدل ما تجيب الام واحد قيمتها يعني A بار B بار C وتعمل تحطهم بعض، ممكن تقول ممكن تقول ان انا بعمل summation، يعني اللي هو بتختصر يعني بعمل summation المين ترم اللي هو واحد وتلاتة واربعة وخمسة وسبعة. تمام؟ دي طريقة تانية يعني. فالطريقة التانية دي بتعرفها ليه؟ اولا انت ممكن تحل كده، ثانيا السؤال ممكن يجي لك كده، فلازم تبقى فاهم يعني ايه سميشن اوف ام 1 2 3 4، تبقى فاهم ان انت ثابت البريزنت الفانكشن مش جمعهم مش محطوطين جنب بعض، ممكن تعمل اختصار خلاص فتعرف الحاجه دي، لان ممكن يقول لك ايه ال اف اي وبي وسي بيساوي سميشن اوف 1 2 1 3 4 5، اعملها لي بالشكل ده، تروح انت عامل جدول في اي وبي وسي، وتروح عامل فين، تشوف فين مكان الام 1 والام 3 وال 4 وال 5 وال 7، وتبدا تريبريزنت الام 1 عباره عن ايه والام 3 عباره عن ايه، وتحط كل دول جنب بعض. تمام؟ ف باي شكل يعني ايه الهدف من السؤال، ان دايما تبقى فاهم ان تبقى فاهم الفكرتين دول، ان انا بحل باي طريقه من دول. بس في حد المفروض يسال ايه سام برودكت وانت بتشرح لنا السام اوف مين تيرم. انا قلت ان السام ان المين تيرم ساعات بريبريزنت بعمل لها ريبريزنتيشن على ان هي برودكت، لان هي اند يعني اي بي يعني كلهم دول مضربون في بعض، فيا اما تقول ان السام اوف مين تيرم او السام اوف برودكت تريبريزنت الفانكشن ونسميها سام اوف برودكت او سام اوف مين تيرم. يعني الطريقه الرابعه بقول عليها سام اوف برودكت او سام اوف مين تيرم. خلاص؟ فالبرودكت هو وال مين تيرم. ليه البرودكت هو وال مين تيرم؟ لان المين تيرم عباره عن الاند، والاند بيعمل لها ريبريزنتيشن على البرودكت. خلاص؟ فايه هو اختصار الاس او بي؟ سام اوف برودكت. اتمنى طبعا الدنيا تبقى واضحه لغايه دلوقتي في السام اوف برودكت. السام اوف برودكت اوف سام او البرودكت اوف ماكس تيرم واحد، يعني هو احنا لو فهمنا اللي فاتت هنعمل دي. طيب مبدئيا كاني ما شرحتش السام اوف مين تيرم، بيقول لك السؤال ده لو سمحت اعمل لي ريبريزنتيشن للفانكشن دي از برودكت اوف سام او برودكت اوف ماكس تيرم، بنسميها كده برودكت اوف سام او برودكت ماكس تيرم. الطريقه الخامسه اسمها برودكت اوف سام بي او اس او برودكت اوف ماكس تيرم. الاجابه اولا بتعمل ترو ستيبل، ثانيا بتهايلايت الاماكن اللي فيها زيرو. تمام؟ بعد كده بتشوف الاماكن اللي فيها زيرو بتماب ل ام كابيتال ايه، ام كابيتال بقى. تمام؟ هتلاقي ان انت عندك الفانكشن هي خلاص، لو المكان كان في الفانكشن دي كان هنا واحد، بقى اكيد الاماكن الثانيه هي اللي كان فيها زيرو. مش محتاج يعني انت تبني ترو ستيبل ثاني، يعني لو السؤال لحظه واحده، لو السؤال كان كده اصلا وقال لك اعمل لي البريزنتيشن للفانكشن دي از سام اوف مين ترم وسام اوف ماكس ترم، هتبني الترو ستيبل مرة واحدة بس. تمام؟ وهتيجي على الأماكن اللي فيها وحايد وتعمل عليها مثلا دايرة، وتروح قايل إن دي ام 0 ام 1 وتحل المسألة. لو كان في نفس السؤال بيقول لك هات السام اوف برودكت، تروح عامل بقى كأن سكوير بقى مش دايرة، بتعلم يعني بتبيز لنفسك إن أنت بتحط حاجة تانية شكل تاني حوالين الزيرو الأماكن اللي فيها زيرو، وتبقى دي اسمها ام كابيتال 0 ام كابيتال 3 ام كابيتال كذا. تمام؟ أنا بتكلم بس في حالة إن أنت لو السؤال جه السؤالين في بعض لنفس المسألة. لكن لو إحنا بنحل بس مجرد إن أنت عايز تحل المسألة على سام برودكت، يبقى جيفن المسألة دي بتعمل إيه؟ بتبني تروست تيبل.
دي اول خطوه. تاني خطوه بتشوف الاماكن اللي فيها الفانكشن اللي فيها زيرو بتعلم عليها، تمام. تالت حاجه بتشوف الام الزيرو دي عباره عن ام كابيتال ايه، يعني ماكس تيرم، فهي ام كابيتال، ام كابيتال واحد ولا ام كابيتال اتنين ولا زيرو ولا ايه. طبعا ده الاليمنت الاندكس الاولاني. طبعا عرفنا ان احنا نعرف ام زيرو او ام واحد اتنين ازاي، اما تشوف الديسيمال فاليو بتاع ده او الديسيمال فاليو بتاع ده، او تروح قايل كده صفر واحد اتنين تلاته باي ديفولت، يعني صفر ده مثلا ده صفر واحد، ده ده ام صفر، ده ام واحد، ده ام اتنين، ده ام تلاته، يعني مش عايزه كلام، يعني ام اربعه فعادي. فدلوقتي ده ام ايه؟ ده ام زيرو لان اول element. ده ام ايه؟ زيرو وان تو، ده يبقى ام تو، ثري فور فايف سكس، ده يبقى ام سكس. خلاص كده؟ ده لو انت عملنا الالكترو ستيبل وعملنا دايره حوالين كل الاماكن اللي فيها زيرو. وتالت حاجه بنشوف الحاجات اللي فيها زيرو دي بتريبريزنت ام ايه، هتلاقيها بتريبريزنت ام زيرو وام اتنين وام ستة. رابع حاجه تبدا تشوف الام زيرو دي عباره عن ايه، يعني عباره عن ايه بالنسبه لاي والبي والسي. طبعا طالما هو ماكس تيرم يبقى اور ايه، تحطهم كلهم كده اي بي سي، اي اور بي اور سي، اي اور بي اور سي، اي اور بي اور سي، ده كده كله يعني ده كده تحطه مش عارفه ده تحطه كده زي بعضه، وبعد كده تبدا تضيف النوت، يبقى ايه اور بي اور سي خليها بلس، ايه بلس بي بلس سي، ايه بلس بي بلس سي، ايه بلس بي بلس سي. بحط اور امتى؟ لو المكان اللي هو فيه ام زيرو ده عند الاي كان بحط نوت امتى؟ لو كان الاي ده بواحد، تمام. تيجي هنا الام زيرو ليه عملت لها برزنتيشن على ان هي اي بي سي مش اي بار بي سي بار مثلا؟ ليه؟ عشان دي زيرو ودي زيرو ودي زيرو، لما الديفولت بتاع الماكس تيرم از الزيرو، فالديفولت دي معناها ان هو ما بيحطش بار امتى؟ ما بيحطش بار لما بيكون الانبوت زيرو، فلو كانت 3 زيرو يبقى اي بي سي. طيب خلينا هنا الاليمنت ده هيبقى دلوقتي زيرو واحد زيرو، هيبقى اي بي بار سي، اهي اي بي بار سي. طب لو عايز الاليمنت ده الاليمنت ده يبقى عباره عن ايه؟ هو الديفولت بتاعه زيرو، هيبقى السي بس هي اللي ما عليهاش بار والتانيه عليهم بار، هيبقى اي بار بي بار سي. اهي الخطوه الخامسه انك تبدا تحط الحاجات دي كلها جنب بعض، بس على هيئه ايه؟ على هيئه برودكت. الثانيه اسمها سام اوف مين تيرم، لكن دي برودكت اوف ماكس تيرم، فكلمه برودكت اللي في الاول دي ان انت بتحطهم في الاخر على هيئه برودكت زي كده. الاليمنت ده تعمل له برودكت مع الاليمنت ده، تعمل له برودكت مع الاليمنت ده، تمام. معايا؟ معاك يا دكتور. طيب معاك يا دكتور. ماشي. برضه طبعا دي طريقه ثانيه، لو عايز ابريزنت الفانكشن بقول البرودكت، البرودكت يعني تعمل عمليه السيمبل بتاع البرودكت ده وتروح قايل ام 0 2 6، تمام. ده كده بالنسبة لمحاضرة النهاردة. عايز تسهل على نفسك، لو كان السؤال يعني نفس السؤال واحد وقال لك هات السم اوف مين تيرم والسم اوف ماكس تيرم وعملت كده السمشن اوف واحد وتلاتة واربعة وخمسة وسبعة، هيبقى التانية طبعا برودكت اوف ايه اوف اللي فاضل. هنا الاليمنت دي كلها المفروض تبقى من صفر لسبعة، هنا قلت الصفر ما قلتش، هيبقى الصفر ده ماكس تيرم. بعد الواحد في اتنين ما قلتهاش هتبقى الاتنين دي ماكس تيرم، تلاته اربعه خمسه وقلت سته ما قلتهاش هتبقى السته دي ماكس تيرم، وهكذا. انا بتكلم على نفس المساله خلاص. فالاماكن اللي فيها وحايد هاخدها، والاماكن اللي فيها اصفار والاماكن التانيه هي اللي هتبقى اصفار، تمام. ده بالنسبه للمحاضره دي. المحاضره الجايه هتبقى امثله عن يعني عن المحاضره دي. مش عارفه هو كده المحاضره المفروض نهايتها الساعه كام، ولا انا اصلا بدأ متاخر ولا ايه؟ استنى لحظه واحده كده. هي المفروض بتخلص 11:40، 11:40 بس احنا بادئين متاخر. يعني انا عامه خلصت المحاضره اللي انا كنت عاملها، هي دي اللي هبعتها لكم دلوقتي. لو حد عنده سؤال يسال بخصوص الكويز او بخصوص المحاضره النهارده. انا بتضايق من يعني
يعني بتضايق من اللي بيحضر عشان الـ عشان الاتندنس. يعني انا ممكن اشيل فكره الاتندنس دي، اصل انت هتسال هتسال، يعني مش المفروض تبقى حاضر عشان الاتندنس. تمام. سؤال يا دكتور. اتفضل يا حبيبي. يعني دلوقتي اللي خلى الفرق بين البرودكت اوف سم والسم اوف برودكت ان ده انا بعمل اديشن الاول، بعد كده في الاخر بعمل مالتيبليكيشن زي ما احنا شايفين في براكتس. هو جاي من الاسم، انت بتعمل برودكت اوف سمز، يعني عندك سم ده، عندك ده سم وده سم، فبعمل سمز الاول وبعد كده وبعد كده بعمل لها برودكت. فبرودكت كان ده انجلش، يعني برودكت اوف سم ضرب الحاجات مجموعه. وطبعا تعرف بي او اس، لان انا بعد كده هتكلم عن هقول بي او اس مش هقول برودكت اوف سم. تمام يا دكتور، شكرا. دكتور معلش عندي سؤال، هو المحاضره دي داخل معانا في الكويز برضو ولا لا؟ لا لا. تمام خلاص كده بنعمل بقى حته الاتندنس دي ازاي. يعني بقول له ايه؟ استوب ريكوردينج.